60. المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في ضيافة أسامة كمال يكشف خطة وزارة الكهرباء خلال صيف 2016 وكيف نصل لصيف بلا انقطاعات وهل يتم تخفيف الأحمال هذا الصيف؟ ما هي سياسات وزارة الكهرباء لتنويع مصادر تمويل الكهرباء؟ كيف نرفع الوعي بترشيد استهلاك الكهرباء؟ الليلة في الساعة 10 ليلا نحلل الأحداث من أوسع زواياها مع أسامة كمال في القاهرة 360. أهلا بكم في العاصمة.